لذلك المباراة مباراة ثقافية، مباراة وعي. فإن رأيت أناسا نسبوا شكليا إلى الله ثم غلبوا ولم يغلبوا، فقول إن قولكم إننا جند الله وحزب الله كلام فيه مبالغة وفيه شك. اللي أقصده لما تقرأ القرآن إيه؟ أن النصر دائما شيء مفاجئ. اوعوا حد يضحك عليك، اوعوا تقعوا في الفخ، اوعوا تفرطوا في الشرعية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناتكم الوعي الإسلامي، وهذه سلسلة حلقات سنخصصها للحياة في تركيا المسلمة، نلقي الضوء فيها على الشعب التركي المسلم الذي صوروه لنا الاستعمار البريطاني والإنجليزي وعملائه من القوميين والبعثيين على أنهم أمة أخرى غير أمة العرب، في حين يعني أنا شخصيا وجدتهم عندما يعني عشت في تركيا أننا أمة واحدة، ولكن أوهمونا أن الأخ ليس لا يشبه أخيه. فحول هذه الأمور سنستضيف عدة شخصيات مسلمة سواء عربية عاشت في تركيا أو شخصيات تركية تتحدث اللغة العربية. أولى هذه الشخصيات الدكتور مصطفى التميمي، وهو يعيش في تركيا منذ نحو 10 سنوات، وهو أستاذ في كلية العلوم الإسلامية بجامعة صباح الدين زعيم. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور. حضرتك اصلا من فلسطين؟ نعم انا من فلسطين اصلا. وتعيش في تركيا من 10 سنوات؟ اعيش في تركيا منذ نحو 10 سنوات. نعم صحيح. طيب دكتور مصطفى، انت حضرتك بتدرس الالهيات نعم واللغه العربيه في الجامعات التركيه، يمكن جامعه اسطنبول زعيم وفي جامعات اخرى. نعم صحيح. حضرتك ما الذي وجدته مشتركا بين الشعب التركي والشعب العربي، أو مش عايزين نقول الشعب لكن المسلمين العرب، أو بالأصح عندما قبل أن تأتي إلى تركيا كيف كنت تتصور أو تتخيل الشعب التركي، وعندما حضرت ماذا وجدته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أخي العزيز، في الحقيقة قبل أن نأتي إلى تركيا وحسب ما درسنا في مناهجنا الدراسية في بلادنا العربية أن تركيا هي دولة استعمارية، يا ساتر، وأنها كانت تستعمر العالم العربي وتحكم العالم العربي بالحديد والنار، وأنها سبب التخلف الذي يعيشه العالم العربي، وكنا نسمع أن الأتراك لا يحبون العرب ويقفون موقفا معاديا للعرب. عندما جئنا إلى هنا إلى تركيا جئنا بهذه النفسية، ولكن بعد اختلاطنا بإخواننا الأتراك اكتشفنا أننا كنا نعيش في وهم كبير. في وهم؟ في وهم كبير. لماذا؟ وأن الذي كنا نسمعه لا يمثل الحقيقة أبدا. كيف؟ وهذه حقيقة وشهادة لله وللتاريخ. وجدنا أن الشعب التركي شعبا مسلما محبا لإسلامه، محبا لدينه، محبا للغة العربية ومقدسا لها، ومحبا للعرب، ويعتبرهم قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وينظرون إليهم باحترام شديد. لا أستطيع أن أقول لك إن 100% من الشعب التركي هكذا، لا أستطيع، فربما جزء من الشعب التركي متأثر بالدعاية المضادة التي حاول المتغربون فرضها على الشعب التركي، كما حاول الناس في بلادنا فرضها على الشعب العربي. فجزء من الشعب التركي قد يكون متأثرا بهذه الدعاية المعادية للعرب، أما غالبية الشعب التركي فلم نجدهم كذلك. والنقطة الثانية إذا سمحت لي، وجدنا أن المشترك بين الشعب العربي والتركي أكبر بكثير من نقاط الاختلاف. كيف؟ في العادات والتقاليد، حتى في اللغة، حتى في طريقة التعبير، حتى في طريقة التصرف في المواقف المختلفة، حتى في الأمثال الشعبية. وأنا بعد أن تعلمت اللغة التركية أقف بين طلابي أحيانا وتستغرب، أريد أن أشرح لهم كلمة لا أعرف معناها في اللغة التركية، فأبدأ أمثل لهم، فيضحك الطلاب، يقول لي يا أستاذ ذاتا هذه الكلمة موجودة في لغتنا التركية ونحن نستخدمها منذ القديم. زي يا دكتور مثلا يوم من الأيام كنت أشرح لهم كلمة سفرطاس.
سفر طاس. ده ايه الكلمه دي يا دكتور؟ هذه الكلمه عندنا في فلسطين يستخدمون كلمه طاسه وعاء الطعام. والسفر والسفر فكنت اشرح لهم انه في ايام السفر بارليك وايام الدوله العثمانيه كانت الام تجهز ابنها الذاهب الى الجهاد او القتال بصفرة وتضع له طاسه وفيها طعام فيقولون طاسه السفر، وبالتعبير التركي الصفه قبل الموصوف فيقولون سفر طاس. وحتى عندما عدنا الى كلمه سفره وجدناها انها تعني بالعربيه طعام السفر الذي كان يعده الناس للسفر. هي سفره كلمه تركيه؟ الاتراك يعتبرونها كلمه تركيه ولكن اصولها عربيه. وجدت يا استاذي الكريم يوما كنت اشرح لطلابي كلمه بقجة، نحن نستخدمها في لهجه بقجة. فضحك الطلاب قال يا استاذ نحن ذاتا في اللغه التركيه نقول بقجة. فيوما بعد يوم حتى عندما اشرح لهم بعض الامثال العربيه اجد ان هذه الامثال ذاتا يوجد معادل لها باللغه التركيه ويقولون مثلها، وامثال كثيره. ثم بعد ذلك بدات اختلط بالاخوه الاتراك اكثر، اتعلم عاداتهم تقاليدهم. في النهايه قلت لهم اقول لكم شيء، لم اجد اختلافا بين العرب والاتراك سوى اللغه. ومن يتكلم اللغه التركيه لن يشعر ابدا بانه غريب في هذه البلاد، والتركي الذي يتكلم اللغة العربية لن يشعر أبدا بأنه غريب بين العرب، لدرجة ما هناك من مشترك. المشترك ديني ثقافي موروث طويل عبر مئات السنين من الحياة المشتركة بين الشعبين، مشترك لغوي أكبر بكثير مما يتخيله البعض. مشترك لغوي؟ لغوي. أستطيع أن أقول لك أن 50% من مفردات اللغة التركية المستخدمة الآن من الكلمات العربية. الأتراك في الشارع، الأتراك في الشارع الآن يتكلمون 50% من كلماتهم كلمات عربية الأصل. مثل؟ أنا سأقول لك، يوما ذهبت إلى جامعة مرمرة إلى كلية الإلهيات فوجدت حجرا منقوشا عليه حكمة. ماذا تقول هذه الحكمة باللغة التركية؟ هياتا إن حقيقي مرشد إلمدر. يعني لا ممكن حياتا يعني حياتنا في الحياة، في الحياة ان حقيقي مرشد في الإلمدر في الحياة في المرشد الحقيقي في الحياة هو العلم. كم كلمة عربية في هذه العبارة وكم كلمة تركية؟ تقريبا كلها عربية. ودخلت كثير من الدوائر الحكومية في العلم اللي هو بينطبق في العلم علم، لكن هو التلفظ حرف العين لما شالوه هو حرف العين كان في العثمانية كان في العثمانية وبعد ذلك أصبح يلفظ إي مثل كلمة حا أصبح تلفظ ها. حياتا حياتا إن حقيقي إن هذه في اللغة التركية تمعن أكثر شيء. أيوه. حقيقي حتى الآن تمسك بالشارع يقول لك حقيقة. نعم. حقة. ووجدت أن عدد مهول، تفتح القاموس تجد صفحات كثيرة من القاموس كلها من اللغة العربية. صفحات في القاموس؟ قاموس اللغة التركية العربية، قاموس تركي عربي. تجد صفحات كاملة لا تجد كلمة غير عربية فيها، وخاصة المصادر العربية. اعتراف إتمك، إنكار إتمك، إدراك إتمك، جلب إتمك. اعتراف؟ اعتراف إتمك، اعتراف. إنكار إتمك، إنكار. جلب إتمك، جلب. اهتمام إتمك، إهمال إتمك. أخذوا مئات من المصادر العربية وأضافوا إليها ما يسمى في اللغة التركية ليردمجي فعل، الفعل المساعد، فأصبح تسليم إتمك، تسليم أولمك، إقناع إتمك، إقناع أولمك. عندهم إقناع، إقناع. كل الكلمات، كل المصادر العربية. أقول لك سر، عندما جئت هنا وبدأت أتعلم اللغة التركية علمني أحد الأخوة القدماء هذا السر. وهو قال لي إذا أردت أن تتكلم اللغة التركية ولم تعرف معنى الكلمة خذ المصدر من اللغة العربية، المصدر، وأضف إليه الفعل المساعد في اللغة التركية الذي هو إتمك أو أولمك، سيكون ستكون فعلا يفهمه الجميع. وفعلا جربت هذا الأمر. إزاي بقى؟ مثلا كما قلت لك تريد أن تقول اهتمام، قل فقط كلمة اهتمام، كل الأتراك يفهمونها. اهتمام، إهمال، إمهال، جلب، حكم إتمك، حكم إبطال إتمك، جلب إتمك، إدراك إتمك، إحسان إتمك. يعني جميع مصادر الكلمات، المصادر الكلمات العربية، المصادر المباشرة للغة العربية كلها نقلت إلى اللغة العربية اللغة التركية وإلى اللغة التركية، وأضيف إليها فعلا مساعدا
لتحويلها إلى فعل في اللغة التركية. عدت إلى جذور هذا الأمر فوجدت، وهذه حقيقة، أن اهتمام الشعب التركي باللغة العربية منذ نشأة الدولة العثمانية. كيف؟ سلاطين الدولة العثمانية منذ عثمان أرطغرل رحمة الله عليه مؤسس هذه الدولة العظيمة. ويعني ننوه للمشاهدين، نعم، أنه حاليا يوجد مسلسل للبعث، نعم، مسلسل إسلامي تركي، وده طبعا شعبيته عالية جدا في تركيا، نعم. هذا المسلسل اسمه ديرليش البعث، نعم. وطبعا في أيام ستفاجأ أيضا أنه هذا الكلام في اللغة التركية الآن بعد 80 سنة من جهود العلمانيين لإخراج اللغة العربية من اللغة التركية. هم كانوا عايزين يخرجوا اللغة العربية؟ طبعا، في اللغة العربية تشكل 80% من مفردات اللغة التركية القديمة العثمانية. 80%؟ 80% من مفردات اللغة العثمانية. ولو عدت إلى التاريخ ستجد أن السلطان مراد الأول كان يريد فرض اللغة العربية على الشعب التركي وتعريب تركيا كاملة، إلا أن العلماء قالوا له الله جل جلاله يقول ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم فدع الناس يتعلمون اللغة العربية ولكن فليتكلموا بما يشاءون. وبدأ خاصة في مجال الطب، الاقتصاد، الحقوق، لا تجد كلمة غير عربية في الطب. في الطب اذهب إلى مركز طبي، ماذا اسمه؟ طبي مركزي، مركز طبي فقط، لأن اللغة التركية الصفة قبل الموصوف. تدخل فتقول له طبيب بوردة، طبيب بوردة، الطبيب هنا، تنظر يعني إلى هنا، تنظر إلى الغرفة فيقول لك معاينة، غرفة مشاهدة، أوضسة، غرفة المشاهدة. تذهب إلى المختبر فيقول لك كان تحليلي، تحليل الدم. تذهب إلى البنك فيقول لك ماذا تريد؟ تقول له أريد فتح حساب، يقول لك جاري حساب، حساب جاري. أول ما جئت ذهبت إلى البنك لا أعرف اللغة التركية، أريد فتح حساب، نظرت فنطقت كلمة تركية واحدة فقط، هو كلمة أتشمك، أفتح. ونظرت جاري حساب، حساب جاري، جاري يعني جاري، وحساب جاري بالتركي حساب جاري، حساب جاري حساب. بس هو بيفضلوا الكلمة. فالموظف قال لي أنت كيف تفهمني؟ قلت انظر إلى الخريطة فوق رأسك، ماذا يكتب عليها؟ دنيا سياسي هريطسي، خريطة الدنيا السياسية، دنيا يعني دنيا عالم، دنيا عالم، خريطة سياسي. أوه. فاللغة التركية أكثر من 80% من مفردات اللغة التركية كلمات عربية. بعد الانقلاب شكل العلمانيون بعد تغيير اللغة العربية الأحرف العربي، الحرف العربي إلى الحرف العثماني، تحول الشعب التركي في ليلة واحدة إلى شعب أمي لا يقرأ ولا يكتب. إزاي بقى دكتور الحكاية دي؟ لم يكن أحد يعرف حروف اللاتينية سوى النخبة المتغربة التي درست في فرنسا وبريطانيا. إيه هو؟ طب قول لي قرار حتى اللغة مؤسس الجمهورية التركية نفسه حتى وفاته كان يكتب بالأحرف العربية. الدكتور كان بيكتب بالعربية؟ كان يكتب بالأحرف العربية بالعثمانية، بالأحرف يكتب، نعم، باللغة التركية بالأحرف العربية لأنه لم يكن يتقن كتابة بالأحرف اللاتينية. طب هو الانقلاب اللغوي ده يعني زي الشعب صحي الصبح لقى لغة تانية؟ بعض العلماء مات غيظا وغضبا لهذا القرار، كيف تغيرون لغة القرآن الكريم؟ ولا زال الشعب التركي حتى الآن يبكي إلى ذلك اليوم. وسأقول لك حادثة، الرئيس الثاني للجمهورية التركية عصمت إنونو وقف مرة في البرلمان في المجلس، حتى اسم البرلمان عندهم ماذا؟ مجلس. البرلمان عنده اسم المجلس. المجلس حتى المنصة التي يقف عليها الخطيب ما اسمها؟ كرسي. نعم. فوقف وقال يريد أن يقول جملة باللغة التركية، إننا نريد إخراج جميع الكلمات العربية من اللغة التركية. فماذا قال؟ قال لغات مزدة، لغات مزدان بتون عربشة كلمة لري إخراج إدجز. طب ممكن يعني أفسرها لك؟ رجع الحرف التركي العربي. فضحك جميع أعضاء المجلس عليه، أنت تقول نريد إخراج اللغة العربية من لغتنا وأنت لا تستطيع أن تقول جملة بدون كلمات عربية؟ أنت لفظت جملة من 5 كلمات 3 منها عربية، لغات مز كلمة لري إخراج. فضحك الناس عليه. حتى الآن استيراد وتصدير باللغة التركية ما هي؟ إخراجات إدخالات، إخراجات وإدخالات.
وأزيدك أيضا أستاذ صابر، وجدت شيء غريب، أن الكلمات التي نستخدمها في لهجاتنا العامية في بلاد الشام، وعرفت بعد ذلك أنه في مصر أيضا جزء كبير منها من اللغة التركية. مثله في مصر ماذا تقولون على المخلل؟ ترشو، ترشي، ترشي هي كلمة تركية، تركي. نحن نقول بابوج، بكرج، أوضة، أوضة، أوضة غرفة، أوضة هانة، أوضة غرفة، أوضة تركي، أو تركي، أوضة كلمة تركية، معناها أوضة معناها غرفة، أيوة أيوة، بابوج، ترابزين، ترابزين، كنار، زنار، بي، كنب، هانم، كنب تركي، كنب كلمة كنبة، حتى نحن أحيانا بعض الكلمات، شنطة، شنطة تركي، كلمة تركية، كلمة العربية حقيبة. وجدت أن لدينا في لهجاتنا العامية في العالم العربي خزينة لغوية تركية كبيرة جدا، لدرجة أنني إذا أردت أحيانا بعض الأمور في الترجمة لا أستطيع أن أترجمها إلى اللغة العربية الفصحى، فأجد لها بدائل باللهجاتنا العامية لأننا نستخدمها. مثل كلمات كثير، مثلا كما قلت لك كلمة شنطة، نحن نقول غالبا شنطة، لم نتعود على كلمة حقيبة. أحيانا لو فكرت أن تقول أحضري بكرج القهوة، كلمة بكرج أحيانا تفكر أنت بالعربية نحن ماذا نقول؟ كلمة تركية. وجدت أنه هنا في حتى العمال عندنا عندما يشتغل يقول لك الكريك، الكريك هو كلمة تركية، بنسة كلمة تركية، كزمة، البنسة إيه كلمة تركية، كلمة كزمة، كزمة التي نحفر فيها الفأس، الفأس في بلادنا يقولون كزمة كلمة تركية. مئات الكلمات التركية في لهجاتنا العربية نحن نستخدمها، لم نكن نعرف أنها كلمات تركية. فأنا ذهلت من حجم المشترك اللغوي والثقافي. فبعد 80 سنة من محاولات إخراج الكلمات العربية من اللغة التركية وإيجاد بدائل لها، إما من الإنجليزية أو الفرنسية أو نحت كلمات جديدة من اللغة التركية، لا زال 50% من مفردات اللغة التركية الحديثة من اللغة العربية. لو ذهبت إلى الجامع وصليت الجمعة وسمعت الخطيب، حتى لو كان لو لا تعرف أي كلمة تركية ستفهم الخطيب يتكلم عن أي موضوع. مرة كان بيتكلم عن الحرب العالمية الأولى، نعم. يقول لك الحرب العمومية، نعم نعم، وكان نعم. بيتكلم عن التعصب القوميات، ان انت نعم. عربي وكردي نعم. وتركي، قال هذه جاهلية، نعم نعم، يعني كلمة جاهل هم يستخدمونها، كلمة جاهل، عمومي، عام، كلمات أكثر مما تتخيل. الشعب التركي لا يستطيع أن يقول جملة واحدة بدون كلمات عربية، لا يستطيع. وهذا الأمر جعل أن حجم المشترك الثقافي أيضا، اللغة وعاء الثقافة، اللغة ليست حروف جامدة، اللغة ليست حروف جامدة، اللغة وعاء الثقافة. عندما تنتقل لغة شعب إلى شعب آخر تنقله مع وذا تنقل الثقافة. كيف يا دكتور؟ أنت عندما تذهب إلى مركز لدراسة اللغة الإنجليزية، عندما تدرس كتاب اللغة الإنجليزية، الموضوعات الموجودة في هذا الكتاب ألا تتعلق بثقافة الإنجليز والأمريكان والغربيين؟ بالتأكيد، هي تنقل لك إلى جانب اللغة تنقل إليك الثقافة. طب لو بتطبق على اللغة التركية مثلا، كلمة عيب، عيب، كلمة عيب هي في اللغة التركية أيضا كلمة عيب. عيب كلمة في التركي، نعم، هي باللغة كلمة عربية عيب، وفي اللغة التركية أيضا عيب، وينطقونها عيب. يعني العين يعني بيت ألف يعني، نعم. الآن هذه الكلمة عندما انتقلت إلى اللغة التركية انتقلت مع الثقافة المتعلقة بها، وهي التصرف الشائن غير المناسب. نعم. فالعرب لماذا يستخدمون كلمة عيب؟ لأي تصرف غير مناسب. أيه. والأتراك أخذوا هذا المفهوم فأصبحوا يطلقوا على أي تصرف غير مناسب عيب. لك عيب. إذن لاحظ أن طبعا أنا أتكلم الآن عن الجانب الثقافي، ولكن هناك رصيد مشترك ديني أكبر. طب أنا هنخصص حلقات أخرى. نعم. لبقى الأرصدة، لأنه واضح نعم. أن المسألة كبيرة، كبيرة جدا يعني. نعم نعم. حتى أنا أول مرة أسمع كثير محاك. أستاذي أنا في خلال 8 سنوات من عملي كأستاذ للغة العربية في حوالي 5 جامعات تركية، والتقيت بأتراك من جميع أنحاء الجمهورية التركية. وللعلم أستاذي الكريم، الأتراك من أبناء الأناضول والمحافظات البعيدة، وخاصة أبناء القرى، أكثر التصاقا بالكلمات العربية. ويستخدموا الكلمات العربية أكثر من أبناء إسطنبول، وهم ينظرون إلى أبناء إسطنبول على أنهم طبقة متغربة. ولي تجربة مثيرة للانتباه. كنت أدرس في كلية الإلهيات في جامعة مرمرة،
وطلابها غالبا من الأناضول ومن محافظات بعيدة وبعضهم من إسطنبول. وفي ذات الوقت، هذا كان الكلام قبل حوالي 7 سنوات، وفي ذلك الوقت كنت أدرس اللغة العربية كمادة اختيارية في جامعة باهجة شهر. باهجة شهير. باهجة شهير جامعة. باهجة يعني حديقة. باهجة حديقة هي من العربية أيضا. شهير مدينة. مدينة. مدينة أو الحديقة أو. نعم هي مثل باهجة دول ما باهجة إلى آخره. فهي جامعة علمانية متعصبة. اللي هي باهجة شهير. باهجة شهير ولأبناء الأثرياء، جامعة خاصة ليست حكومية. جامعة علمانية متشددة في ذلك الوقت ولأبناء الأغنياء، والطبقة التي أبناء الذين يدرسون في هذه الجامعة أبناء الطبقة الغنية الأرستقراطية العلمانية. نعم. الذين تنظر إليهم فتظنهم من باريس أو من لندن. نعم. فكنت أدرس في ذات الوقت في الجامعتين. نعم. على فكرة في ذلك الوقت كان الحجاب في تلك الجامعة ممنوع. نعم. وكان الطالبات، وهذا في عهد أردوغان، هذا كلام كان في بداية العهد قبل أن يلغى، الحمد لله رب العالمين. أنا رغم أني هنا منذ يعني ليست سنوات طويلة جدا، ولكن شهدت عهدين، شهدت بنفسي كيف كانت الطالبة المحجبة تقف على باب الجامعة. سنأتي لذلك في حلقة أخرى. هذا مجرد إشارة، تخلع الحجاب وتضعه في حقيبتها وتدخل إلى المحاضرة. فكنت أستخدم كلمات، أنا تعلمت اللغة التركية هنا، فكنت أستخدم كلمات في جامعة مرمرة والكل يفهمني. عندما أذهب إلى جامعة باهتشير أستخدم نفس الكلمات، فيقولون لي يا أستاذ أنت لا تتكلم التركية. أقول لهم هذه كلمات تركية، يقولوا لا ليست تركية، هذه كلمات من العثمانية، من اللغة العثمانية القديمة. فهناك اختلاف ثقافي أيضا بين شرائح المجتمع التركي. فهناك شريحة خاصة في القرى وفي الأناضول يفضلون استخدام الكلمات العربية القديمة وقد تعودوا عليها. مثلا كلمة نقصان. 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 كثير من أبناء الأناضول يستخدموا كلمة نقصان. زوجة. نعم هو يقول زوجم، زوجتي. ازدواج، زواج. حتى هناك برنامج شهير في أحد القنوات التركية بهذا الاسم. وحتى الآن عقد الزواج في تركيا باسمه عقد نكاح. عقد نكاح. المكان الذي يعملون فيه عقد ما اسمه نكاح صالونه، صالون النكاح. المكان ما اسمه بلدية. البلدية. بلدية. فكلمة رئيس. رئيس. رئيس برضو كانوا يستخدمونها، وإلى حد قريب الكثير من الأتراك المثقفون يفهمونها. كثير من الأتراك المثقفين يفهمون الكلمات العربية القديمة. ربما بعض أبناء الجيل الجديد الذين لم يطلعوا على الثقافة التركية ولم يقرأوا تلك الكتب ربما لا يعرف أن هذه الكلمات كلمات تركية. وأنا واجهت هذا الكلام، كنت أستفز أحيانا بعض طلابي بأن أتكلم اللغة التركية بالكلمات ذات الأصل العربي بالقديم، فبعضهم كان يفهم بعضهم كان لا يفهم. الذي كان يفهم الكلمات كان يضحك على الذي لا يفهم. Yeah. نعم. فكثير من الكلمات يفهمونها كثير من الشعب التركي. هذا يدل أخي الكريم على عمق العلاقة المتجذرة بين الشعبين التركي والعربي. طب دكتور مصطفى، طبعا أنا كان في نيتي بس واضح أن يعني عند حق سراء كثير جدا، بسم الله ما شاء الله، سنضطر نخصص له حلقات أخرى يعني، فنستأذنك فأن تعدنا بأن يكون لنا حلقات أخرى مع حضرتك إن شاء الله. ما شاء الله. إن شاء الله. لكن سؤال أخير لحضرتك. تفضل. الانقلاب اللغوي في تركيا اللي هو تغيير محو الحروف العربية وكتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية. كيف تم هذا؟ كيف أصبح الشعب التركي أميا في يوم وليلة؟ ولكن قبل أن تجيب نذهب فقط لمقطع فيديو للرئيس المسلم أردوغان وهو يتحدث عن أنه أن اللغة العثمانية المكتوبة بالحروف العربية ستعود لتركيا شاء من شاء وأبى من أبى، فلنشاهد ثم نعود مرة أخرى. Osmanlıcayı bu ülkenin evlatlarının öğrenmesinden rahatsız olanlar var. Aslında bu eskimez Türkçedir ya. Yabancı bir şey değil bu. Bununla biz gerçekleri öğreneceğiz. Diyor ki mezar taşlarının okunmasını mı diyor öğreteceğiz. Zaten sıkıntı burada. O mezar taşlarında bir tarih yatıyor, bir medeniyet yatıyor, bir neslin kendi mezarında kimlerin yattığını bilmemesinden daha büyük cehalet olabilir mi? Daha büyük aciz olabilir mi? Bu bizim şah damarlarımızın koparılmasıydı aslında. Ve bizim şah damarlarımız koparıldı. İlimde gerçekten çok çok büyük güçlere sahip olan bir milletin
bu ilmi kaybetmesi ondan çok daha büyük bir felakettir. Biz şu anda bunu yaşıyoruz. Ve bunun öğrenilmesini, öğretilmesini istemeyenler var. Bu çok büyük bir tehlike. İsteseler de, istemeseler de. Evet, bu ülkede Osmanlıca da öğrenilecek ve öğretilecek. عدنا مشاهدينا مرة أخرى. دكتور مصطفى بقى كيف حدث الانقلاب اللغوي؟ كيف أصبح الشعب التركي في يوم بليلة أصبح الشعب كله عام 1924 عندما ألغيت الخلافة العثمانية وأعلنت الجمهورية التركية الحديثة ألغي الحرف العربي واستبدل بالحرف اللاتيني. الشعب التركي غالبيته العظمى لا يعرف الحروف اللاتينية، يعرف فقط الأحرف العربية ويكتب بها ويقرأ بها. طبعا هذا كان أخطر قرار في تاريخ الشعب التركي وفي تاريخ الأمة الإسلامية، لأن هناك يا أستاذ الملايين من الكتب الدينية والعلمية والتراثية الآن موجودة في مكتبات إسطنبول ومكتبات تركيا لا يستطيع أحد قراءتها ولا فهمها. نعم، أذهب إلى مكتبة السليمانية وإلى غيرها من المكتبات، الملايين من الكتب قطعوا علاقة الشعب التركي مع ماضيه، وكأن الشعب التركي قد ولد في ذلك اليوم وقد ولد أميا. وكما قلت لك، وإن كانت هناك حركة معارضة قوية لهذا القرار. طب الشعب التركي إزاي تم تطبيق القرار ده؟ هو بالقوة والحديد والنار، أعدم العشرات من العلماء بسبب معارضتهم لهذا القرار. يعني الناس كانت بتروح المصالح الحكومية، الإيجار كانت بتصدر إزاي؟ في ذلك العهد بدأ فرضوا عليهم أن يصدر كل شيء بالحرف اللاتيني، وبدأوا يعلمون الناس في المدارس بالحروف اللاتينية. الجيل القديم الذي ولد، الذي كان موجودا في ذلك الوقت، لم يكن يعرف ولم يتعلم وبقي على لغته، لكنه الكلمات هي ذاتها. فأصبح الشعب يستطيع أن يتكلم اللغة لكن لا يقرأ ولا يكتب. طب لما تروح مصلحة حكومية وانت حاجة تكتب؟ في ذلك الوقت كانوا يتكلمون، ثم أصبح لهم كتاب، هو يقول له أريد كذا والكاتب يكتب له. تحول هذا الشعب إلى شعب أمي يحتاج إلى من يكتب له. وهذا القرار فرض بالحديد والنار. وأيضا كما قلت لك شكل مجلس سمى مجلس حفظ اللغة، لا زال موجودا في أنقرة إلى اليوم، مهمته إخراج الكلمات العربية من اللغة التركية. توقف نشاطه منذ سنوات، توقف نشاطه فعليا منذ سنوات لأسباب كثيرة، بعضها لأسباب لغوية حقيقة، وبعضها لأسباب سياسية وأسباب اجتماعية إلى آخره. ولكن هذا القرار كان صعبا جدا على الشعب التركي. الآن الشعب التركي يمشي في شوارع إسطنبول يقرأ على آثارته ما هو مكتوب باللغة العثمانية، لا يستطيع أن يقرأ ولا يفهم ما هو مكتوب. لذلك الآن منذ عدة سنوات بدأ تدريس اللغة العربية في جميع المدارس التركية. هذا موضوع يعني نعم، والله كان في نيتي ان احنا ناخد كل الموضوعات، نعم له وقت، لكن انا الذي هنخصص حلقه ثانيه نعم. فقط الذي اردت ان اقوله نظره الشعب التركي او تعلق مدى اقبال الشعب التركي على اللغه العربيه، نعم هو نعم. الذي انا اردت ان اقوله ان الشعب لا هنا النقطه لا زال متعطشا. اريد ان اذكر لك مثال بسيط. الأستاذ محمد عاكف أرصوي رحمة الله عليه، الشاعر العظيم، وعلى فكرة جامعتنا جامعة صباح الدين زعيم هي في أقيمت بمكان أول مدرسة زراعية في الجمهورية كان فيها طالبا ثم أستاذا الأستاذ محمد عاكف أرصوي، هو الشاعر المسلم محمد عاكف أرصوي حبيب مصر. تمام، عاش معظم حياته في مصر. حبيب مصر ليه؟ كان يحب مصر كثيرا، عاش معظم حياته. عندما قام الانقلاب وغيروا الحرف إلى الحرف اللاتيني رفض أن يعيش في تركيا. طب بالراحة على دكتور. نعم، يعني عرفني بس وعرف المشاهدين من هو محمد. الأستاذ محمد عاكف أرصوي، أنا معلش إحنا كعرب نعم. وأنا يعني هو طبيب بيطري، أديب، شاعر، هو واضع نشيد الاستقلال التركي الحديث الذي يقرأ إلى اليوم، هو الذي كتبه، اللي يقرأ في المدارس حتى في اليوم. كل الدنيا، هو نشيد الوطن التركي. أيوة أيوة. هو الذي كتبه محمد عاكف أرصوي، نشيد الاستقلال، استقلال مارشي. مارشي يعني مارش نشيد استقلال مارشي. على فكرة كلمة استقلال وكلمة انقلاب من العربية عندهم. فحتى لو قرأت خطاب مصطفى كمال في عيد الشباب في عيد الاستقلال ستجد أن معظمه كلمات عربية. فالأستاذ محمد عاكف أرصوي هاجر إلى مصر وعاش فيها سنوات طويلة، وكان يحب مصر كثيرا. نعم. وكان يكتب بالعربية والفارسية والتركية. ثم بدأ بكتابة تفسير للقرآن الكريم.
سمع أن الحكومة التركية في ذلك الوقت فرضت على الناس الأذان باللغة التركية وألغت الأذان باللغة العربية. نعم. عاد إلى إسطنبول فسمع الأذان في اللغة التركية فقال والله لا أبقى هنا يوما واحدا، فعاد إلى مصر. ثم أوصى قبل وفاته بأن يحرق كتاب التفسير الذي بدأ بتأليفه. لماذا؟ قال لماذا؟ قال الحكومة التركية فرضت في ذلك الوقت فرضت على الناس الأذان باللغة التركية، أخشى أن يأخذوا كتابي وأن يفرضوا على الناس قراءة القرآن باللغة التركية. وعلى فكرة الأستاذ محمد عاكف أرصي رحمة الله عليه عندما عاد إلى إسطنبول في آخر حياته توفي في منطقة الفاتح في بناية اسمها مصر، بناية مصر، فقالوا سبحان الله مصر في قلبه إلى أن مات. الأتراك بيقولوا كده؟ نعم يعرفون، يعني الأتراك يعرفون. وكما قلت لك حجم المشترك اللغوي والثقافي بيننا وبين الأتراك حجم أكبر مما يتخيله البعض. طيب دكتور مصطفى التميمي، نعم. الأستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة صباح الدين زعيم، يعني استأذنك تقول لنا مع حلقات أخرى عن تعلم اللغة العربية في تركيا وعن العادات وتقاليد الشعب التركي الإسلامية. في الحقيقة في كلام حضرتك كان هناك أمور كثيرة كنت أرغب أن أسأل فيها وقلت لما يجي الوقت، ولكن الوقت يعني للأسف دهمنا ولم يتح الوقت لأن أسأل حضرتك، فيكون أستاذ حكي كل لنا حلقات أخرى بإذن الله وإن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. نشكرك، شكرا شرف بكم، ربنا يبارك فيك دكتور. شكرا كثيرا لكم. شكرا دكتور. كما نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وننوه إلى أن مؤامرات الاستعمار الإنجليزي في مصر أيضا كانت بصدد أن تحول كتابة اللغة العربية في مصر إلى الحروف اللاتينية، وقام بهذا المجهود العميل عبد العزيز باشا فهمي وهو خال حسني مبارك السابق. أيضا في روسيا غيرت الحروف العربية في آسيا الوسطى، أيضا في الصومال الشيوعيون في الصومال غيروا الحروف التي تكتب بها اللغة الصومالية إلى الحروف اللاتينية، وهذا واجب طبعا فيها بعض المشاكل، يعني واضح أن هناك خطة استعمارية لتدمير لغة القرآن الكريم ولتدمير الثقافة الإسلامية ولتدمير المسلمين. وإذا استمر حكم العسكر في مصر فإنهم قد يلجؤون إلى تدمير لغة القرآن الكريم، ومنذ يومين صدر قرار بإغلاق جميع معاهد تحفيظ القرآن الكريم في مصر ومعاهد إعداد القراءات. واتضح لنا من خلال العرض الذي تفضل به الدكتور مصطفى كيف أنه حتى شاعر الاستقلال في تركيا هو أصلا كان يعيش في مصر ومات في مبنى في مصر، وهو قال الدكتور مصطفى قال لي أمور أخرى سنتولى في حلقات مقبلة يعني وأول مرة نسمعها، فانتظرونا مشاهدينا ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.